إذن اندماجات واستحواذات مقبلة في سوق عمان وتحديدا في القطاع البنكي، هذه الاندماجات والاستحواذات التي نترقبها آخرها كان الموافقة من المساهمين ما بين HSBC عمان وصحار. دعونا نقف على التفاصيل المتعلقة بهذه العملية، عملية الاندماج أو الدمج الذي سوف يكون فيه بنك صحار هو البنك الدامج، و HSBC عمان سوف ينقضي ويتم حل البنك بعدما يدمج داخل بنك صحار. هذا الدمج سوف أو بدأت قصته منذ يوليو من عام 2022 في إطار الموافقات وموافقات الجهات التنظيمية، وانتهى بموافقة المساهمين. من المقرر أن يرتفع رأس مال بنك صحار من خلال أو بإضافة 293 مليون سهم سوف تخصص لصالح مساهمي HSBC عمان. من المتوقع أن تكتمل عملية الاندماج ما بين البنكين في 17 أغسطس المقبل، ليكون هذا الكيان هو ثاني أكبر كيان في عمان من حيث الأصول. بنك HSBC عمان حقق أرباحا خلال الربع الأول من عام 2023 وصلت إلى أكثر من 12 مليون ريال، وارتفعت أرباحه ب 126%. كما شاهدنا إجمالا في موضوع البنوك مكاسب قوية نظرا لارتفاع معدلات الفائدة بطبيعة الحال في عام 2023 و2022 بشكل كبير. بنك صحار كذلك كان على مكاسب ب 13 مليون ريال، بما يزيد عن 56% من المكاسب بالنسبة لعام 2023 مقارنة بالربع الأول من 2022. ولكن ماذا عن التفاصيل المتعلقة بهذا الاستحواذ أو هذا الاندماج، وكيف سيشكل كيانا كبيرا داخل عمان؟ بنك مسقط صاحب أكبر البنوك، صاحب أكبر أصول في عمان، بنك مسقط 13 مليار ريال. الكيان الجديد المتكون من صحار و HSBC عمان سوف تكون أصوله أكثر من 7 مليارات ريال. ثم بنك ظفار أيضا الذي هو بصدد عملية استحواذ واندماج جديدة نشاهد 4.6 مليار ريال، مرورا بالبنك الوطني العماني وكذلك البنك الأهلي وبنك نزوة. كذلك أيضا هناك محاولات لعمليات استحواذ أو اندماج. دعونا نقف على تفاصيل هذه العمليات بشكل كامل. نقف على هذا النشاط، بداية نشاط شاهدناه على موافقة البنك المركزي العماني على بدء الفحص النافي للجهالة لاستحواذ صحار أو الاندماج صحار وبنك نزوة، هذا من جانب. من جانب آخر وفي هذا الشهر أيضا قدم البنك الأهلي عرض استحواذ على بنك ظفار وبنسبة 100%. أيضا نشاهد البنك الأهلي العماني وكذلك أيضا أومنيفست، هناك عرض لدمج البنك الأهلي العماني مع بنك عمان العربي في هذه الأثناء، وبالتالي هناك حالة من النشاط في القطاع البنكي لدمج هذه البنوك وخلق كيانات مصرفية أكبر في عمان.